بنعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية خاصة ببرامج وزارة الشباب والرياضة وتأهيل الشباب لسوق العمل. هيا نتكلم عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع ضيفنا الدكتور مؤمن عبد الرحيم محمود، وهو مدير إدارة الكليات المتخصصة بوزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور، منورنا ومشرفنا. شكرا حضرتك. الحقيقة يمكن احنا بنتكلم على يعني دور الوزارة في تأهيل الشباب لسوق العمل، لكن خلينا نتكلم في البداية عن الإدارة. الهدف إيه من الإدارة ودورها إيه على مستوى كليات يعني تربية رياضية على مستوى المحافظات المختلفة؟ هي الإدارة اسمها إدارة الكليات المتخصصة، وهي إحدى الإدارات الفرعية اللي بتتبع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة. الإدارة دي مختصة بكليات تربية رياضية على المستوى الجمهورية. كويس. حالياً عدد الكليات زاد ما شاء الله، يعني بقينا 24 كلية تربية رياضية. ما شاء الله. بقينا 24 كلية تربية رياضية على مستوى الجمهورية من أصل 28 جامعة. يعني في حوالي 4 جامعات بس اللي لسه ما فهمش كليات التربية الرياضية، اللي هي أعتقد جامعة عين شمس والقاهرة ودمنهور والأقصر. تقريبا عدد الخريجين بتروح من 27,000 ل 30,000 خريج سنويا بين طلبه وطالبات. هدف الكليه اولا واخيرا هي اعداد وتاهيل دفعات متخصصه في مجال الرياضي. ده هدف الاساس بتاع الكليه. في اقسام كتير جدا جوه كليات التربيه الرياضيه جديده بقى، في اقسام موجوده من فتره زي اقسام التدريس ان هو بيعد مدرس او معلم التربيه البدنيه في المدارس. كويس. وفي بعض وفي قسم الاداره الرياضيه اللي هو الشغل الاداري او بيدير المنظومه الرياضيه في الانديه او في المراكز الشباب او الاتحادات الرياضيه، وفي القسم الترويح الرياضي، وفي قسم اسمه علم النفس الرياضي. دي اقسام موجوده من فتره. حاليا فعلا زي ما حضرتك اتفضلت وقلتي بداوا يستحدثوا اقسام جديده، وبداوا بداوا يكتشفوا اقسام جديده في مجال التربيه الرياضيه، وبدات فعلا موجوده ودلوقتي بينتج عنها خريجين في المجال. كويس قوي. خلينا نبدا بالاقسام اللي موجوده القديمه اللي ما يعني كلنا عارفينها، لكن عايزين نضيف عليها الجديد ايه اللي مطلوب لسوق العمل، لانه يعني كل شويه المتطلبات لسوق العمل بتختلف، وبالتالي كمان الجامعات بتغير من طبيعتها وبتضيف الاقسام الجديده اللي بتناسب سوق العمل. ايه اللي جد؟ في طبعا تطورات حصلت في المجالات بتعود بالنفع على المسؤولين او المختصين او اللي دايرين المنظومه، فبيبداوا يفتحوا اقسام علميه جديده بتتواكب زي ما انت قلت كده مع سوق العمل ومتطلبات سوق العمل. في اقسام جديده فتحت زي قسم مثلا رعايه كبار السن في المستشفيات او مراكز التاهيل، مراكز التاهيل الخاصه بيهم او دار المسنين، بنحتاج حد اخصائي رياضي موجود معاهم بيعمل لهم تمارين رياضيه مناسبه ليهم، مناسبه لحالتهم الصحيه ومناسبه للمرحله السنيه بتاعتهم. في عندنا برضو اقسام جديده فتحت زي الاعلام الرياضي. ده بيعمل ايه؟ بيفرق طبعا، بيبدا يعد الاعلام الرياضي لما يكون متخصص اكتر، يكون متخصص في الرياضه لما يكون دارس رياضه وكمان دارس معاه الجزء الاعلامي بيكون افضل طبعا، بيكون اكاديمي مؤهل يقدر يتكلم طبعا عن المواضيع بشكل افضل. في اقسام زي قسم علوم الصحه وعلوم الحركه الرياضيه. كويس. بيدرسوا تشريح فيسيولوجي، بيدرسوا مكونات الجسم، عضلات الجسم، العظام، المدى الحركي بتاع كل مفصل. ده اللي مرتبط بالعلاج الطبيعي واللي هو بيبقى تاهيل اصابات الملاعب والحاجات دي، صح؟ بالظبط. اوكي. طيب قد ايه انا بقدر كوزاره شباب ورياضه ان انا بدعم الخريجين على مستوى الجمهوريه او الجامعات؟ حضرتك بتقول لي 24 يعني كليه على مستوى مصر. هل انا عندي برامج سنويه او صيفيه بتؤهل الشباب ان هم يكون عندهم الكفاءه ان هو يكون متاح بشكل جديد او ما يناسب سوق العمل مع متغيرات سوق العمل؟ تمام. هي في اداره مختصه في وزاره الشباب والرياضه اللي هي اداره الكليات المتخصصه طبعا بتوجيهات من معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. أكيد. واداره مختصه في عندنا في قطاع الرياضه اسمها اداره التنميه الرياضيه بتدير الموضوع، واداره النشاط الطلابي بتدير الموضوع وبتبدا تحط برامج وانشطه وفعاليات بتتناسب مع طلاب التربيه الرياضيه او طلاب الكليات المتخصصه. احنا عندنا مجموعه من الانشطه بتتنفذ سنويا، شبه سنويا بتتنفذ سواء صيفي او شتوي، بتتنفذ على الطلاب دي. هدفها اولا واخيرا تاهيلهم لسوق العمل. عندي بعض البرامج كده ممكن اقولها لحضرتك زي دورات الغوص والانقاذ. وفي دورات الدايفنج بنعملها. كويس قوي. دورات الغوص والانقاذ دي بنعمل فيها تعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ. حلو قوي. بنبدا نجيب دعم للطالب، بنقول ان وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع الاتحاد بتعمل لك دوره في الغوص وفي الانقاذ، اتفضل حضرتك خد الدوره دي عندنا لمده 10 ايام
بتخلصها بتاخد كارنيه من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ انك تنفع تشتغل منقذ على حمامات السباحه طبعاً. على البيتش على على اي مسطحات مائيه موجوده تمام. بيبدا يشتغل وممكن كمان بقول لحضرتك بيشتغل وهو لسه طالب سنه اولى يعني دي من مميزات الكليات المتخصصه انها ممكن يشتغل وهو لسه في سنه اولى بتتيح ليه مجالات شغل كتير جدا بتفتح له مجالات عمل في برضو ده حاجه تانية اسمها دورات الدايفنج الغوص دي عندنا دوره ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه الجايه في المركز الاولمبي في المعادي نفس الكلام برضو نتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ الدوره بره بتبقى غاليه جدا فاحنا بنحاول نجيبها بسعر مدعم تدعمها والوزاره برضو بتخش بالدعم بجانب معين او باجزاء معينه وبنبدا ننفذها على الطلبه والطالبات والخريج زي ما قلت لحضرتك كده بياخد شهاده وكارنيه من الاتحاد ان هو خلاص مؤهل ان هو يمارس مهنه الدايفنج او مهنه المنقذ او المدرب السباحه طيب يعني المجالات او يعني الاداره هل هي متخصصه فقط في كليه التربيه الرياضيه ولا في هناك كليات اخرى لا اداره الكليات المتخصصه هي فقط كليه التربيه الرياضيه فقط احنا برضو عندنا اداره تانية اسمها اداره الجامعات دي بتشمل كل الجامعات بقى باستثناء يعني باستثناء التربيه الرياضيه بتشمل كل كليات الموجوده جوه داخل الجامعه وفي اداره تانية داخل الاداره العامه للنشاط الطلابي اسمها اداره التعليم ما قبل الجامعي هي بتبقى مسؤوله عن طلاب ما قبل الجامعي يعني في ثلاث ادارات فرعيه إدارة الكليات المتخصصة، إدارة التعليم الجامعي، إدارة التعليم ما قبل الجامعي. حلو جدا. طيب أنا دلوقتي عندي يعني برامج بدرب فيها سواء الطالب لسه في الكلية وعندي كمان برامج لل يعني الخريج أو ممكن البكالوريوس مش كده؟ تمام. ممكن إن هو يتدرب برضه. زي ما حضرتك أشرت إنه في أكتر من جانب جديد زي الغوص، زي الدايفنج، الحاجات دي كلها جديدة. لكن كمان أنا شايفة انه ممكن يكون يعني من المجال ده بيساعد في مجال السياحه زي مثلا مناطق زي الغردقه زي شرم الشيخ المناطق اللي هي بتحتاج يعني طبيعه معينه ان تكون موجوده كسيفتي للمكان هل ده متاح طبعا فدلوقتي فعلا كل الاماكن الفنادق او كل الاماكن الكرة السياحيه لازم يبقى في عندها بول او بيتش او بتطلب الفئه دي فاذا هو عنده مجال جديد مجالات جديده بتتفتح له فرص عمل جميله جدا بتتفتح له ومرتبات كويسه بياخدوا مرتبات أكيد. كويسه جدا ما شاء الله هم لسه طلبه في الكليه وده حلو بتتفتح لهم مجالات عمل ومجالات شغل كويسه جدا ليهم وبيكتسبوا خبرات وبيتعاملوا برده مع ستاف كويس جدا أكيد. كل دي خبرات ليهم بيكتسبوها في سن صغير بتاهلهم فيما بعد ان هم طب هل يا دكتور يعني بيتم عمليه متابعه طبعا يعني زياده الوزن طبعا بيتم يعني زي المضيفين كده والطيارين هل بيتم كده زي تقييم بالنسبه لللياقه للوزن للفتنس يعني كل شويه بيتم تقييم للطلبه هي اولا مبدئيا يعني مش اي طالب ثانويه عامه بيخش كليات تربيه رياضيه بيبقى في حاجه اسمها اختبارات قدرات طبعا بيتم بعد على طول اختبارات الثانويه العامه مسطره او بطاريه معينه الطالب بيعديها سواء في الجزء البدني او في الجزء السمات المقابله الشخصيه حد يعني من طلاب يعني ثانويه عامه حاليا يعني لو حابب بعد كده فنقول له في مراكز عندنا تاهيل ليهم تاهيل للكليات دي وبرده ممكن نقول لحضرتك عليها احنا لسه عاملينها في بطاريه معينه بيستخدموها في الكليات التربيه الرياضيه لدخول الطالب ده يعني مش اي طالب او طالبه خلاص ثانويه عامه عايزه تخش لا يعني يفضل يكون عنده باك جراوند في الرياضه شويه بيكون مارس اي رياضه بيكون لعب اي جيمز بيكون برده في طول معين ووزن معين ماشيين عليه في مسطره رياضيه ماشيين عليها في اختبارات في السمات بعد كل دوت في الاختبار الطبي طبعا والكشف الطبي الشامل على القلب وعلى التنفس وكشف طبي شامل على المتقدم حاليا في وزاره الشباب والرياضه برده في مشروع معمول لسه بادئين فيه اسمه التاهيل للكليات العسكريه وكليات التربيه الرياضيه طبعا فاحنا بناخد ناس متخصصه مدربين متخصصين سواء في السباحه او في قفزه الثقه او في الجانب البدني في الفتنس وبنقول له امشي على المسطره دي للطالب بتاع الثانويه عامه عشان يخش كليات التربيه الرياضيه او يخش الكليه العسكريه او الكليه طبعا. الحربيه اللي هو عايزها برامج تاهيل الكليات العسكريه والتربيه الرياضيه هي موجوده السنه دي في 6 محافظات منتشرة دلوقتي بدأنا فيها خلاص بدأوا يعملوا استمارات واللي عايز يقدم بيقدم فيها طيب الالتحاق بقى بالدورات التدريبية دي هل بيتم الإعلان عنها من خلال الكليات داخل الجامعات ولا من خلال وزارة الشباب والرياضة الدورات المتخصصة دي ليهم بيتم إعلانها أولا على صفحات وزارة الشباب والرياضة صفحات بتاعتنا على الفيسبوك وكل الصحف عندنا المرئية والمسموعة والمقروءة بنعلن عنها ثانيا بنبعت خطابات رسمية لكليات التربية الرياضية
المشاركه معانا في الايفنتات دي. كويس دكتور مم، يمكن احنا بنتكلم على اكتر من جانب، بنتكلم على تأهيل يعني الطالب والخريج لسوق العمل الجديد، بنتكلم ان احنا كل شوية بيكون في تكنولوجيا، بيكون في مجالات مختلفة. هل الكليات والجامعات او الكليات التربية الرياضية على مستوى المحافظات دي بيكون في بروتوكول تعاون مع دول مثلا اوروبية او يعني خارج مصر، ان هي لو عندها مثلا مجال مش موجود مثلا عندنا بيتم مثلا التعاون معاهم من خلال وزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة للعلاقات العامة والعلاقات الخارجية؟ بيجي لنا بروتوكولات تعاون في الجانب طبعاً الرياضي مع دول أخرى للاستفادة منها وتبادل خبرات، وممكن بتوصل معانا بعض كمان مدربين وكده. بالظبط بتوصل معانا كمان ان احنا ممكن نسافر او نستعين ببعض الخبرات. تداول الخبرات دوت نقدر نستفيد منه ليهم وللمشاركين. كويس قوي. طبعا جامعة حلوان مشهورة بأسبوع شباب الجامعات، وطبعا بيكون ليكوا دور في هذا يعني الوقت، مش كده؟ تمام. بتشاركوا فيه أسبوع شباب الجامعات، هو أسبوع رياضي ثقافي فني بيتم شبه سنوي تقريبا في إحدى الجامعات المصرية. الجامعة بتستضيف كل الجامعات الجمهورية على ملاعبها وبرضه في أماكن الإقامة والعيشة بتاعتها اللي هي المدن الجامعية بتاعتها. بيعملوا مسابقات في كل الجوانب الرياضية، صحيح، في كل تقريبا الألعاب الجماعية والفردية، وبيعملوا برضو مسابقات ثقافية وفنية، فيبقى تنافس فعلا جميل جدا ما بين الطلبة. أكيد. بيطلع منه أهم حاجة في الموضوع، بيطلع منه صداقة ومحبة ما بين الطلبة. تلاقي طالب كلية التربية الرياضية أسوان أو جامعة أسوان يتعرف علاقة بإسكندرية مطروح مع العريش، فتلاقي كلهم عاملين صداقات جميلة جدا مع بعض، والصداقات دي بتستمر سنين طويلة جدا مع بعض. هل الوزارة بيكون ليها دور قبلها ان هي بتأهلهم لهذا الأسبوع ولا وزارة الشباب والرياضة بتدعم الموضوع دوت؟ أسبوع شباب الجامعات بتخش برضو معاهم إذا كان تكلفات معينة في الإقامة وفي الإعاشة، سواء في التحكيم، سواء في الملاعب، في صيانة المنشآت الرياضية اللي هتتم التنفيذ عليها. بتخش تكمل الموضوع دوت وبتدعم ليه. حضرتك أشرت إلى جزئية مهمة جدا في مجال يعني سوق العمل، اللي هي التعامل مع كبار السن. طبعا ده مجال مش سهل على الإطلاق، لأنه أغلبه بيكون في يعني إصابات أو أمراض معينة. حضرتك أشرت كمان أنه بيكون في دراسة للتشريح الجسم والتعرف على يعني هذا الجانب بشكل علمي. هل ده بيتم تطويره يعني، هل من خلال مثلا إتاحة أجهزة أو معدات مثلا معينة إن هو بيتعرف عليها إزاي بتعمل، يعني بيقدر يتعامل مع التقنيات الحديثة مع كبار السن؟ هي الأقسام العلمية المتاحة في كلية التربية الرياضية المختصة بكبار السن ومختصة بهذه الفئة طبعا بيدرسوا كل الأجهزة وبيدرسوا كل الإمكانيات المتاحة إيه، وبرضه بيتعرضوا للاصابات وامراض الشيخوخه. أكيد كل ده أكيد بيبقى أكيد عندهم باك جراوند عندها، وبيدرسوها بتخصص وتمعن جدا لمده سنتين، يعني سنه ثالثه وسنه رابعه بيدرسوا الكلام ده بشكل مكثف جدا. مش كده بس، ده كمان بينزلوا تربيه عملي. ممكن ينزلوا تربيه عملي على دار المسنين او دارات الرعايه. صحيح صحيح. يبصوا الكلام ده كله ماشي ازاي، وبيشرف عليهم دكاتره وناس مختصه من الدور دي طبعاً. فبيطلع علاج طبيعي وكده، بيطلع تقريبا شبه متكامل في الجزئيه دي، بيقدر يغطيها كويس جدا. طب احنا هنستغل بقى وجودك ونقول انه الحاجات اللي دايما بتظهر عند كبار السن بيكون يعني مشاكل الركبه، فبنقول لهم ايه النهارده من خلال وجود حضرتك، بتنصحهم بايه تمرينات؟ في تمرينات لتقويه مثلا يعني الركبه، في مثلا حاجات ممكن ان انا اقول لا انا مثلا كمصاب مثلا في مشكله ما ان انا اتجنب حاجات معينه زي مثلا السلالم، بيكون عندهم مشكله مثلا، عندهم مشاكل مختلفة زي الضغط مثلا، التعامل بيكون ازاي مع كبار السن كنصيحة؟ تمام. هو طبعا في جانب طبي احنا بعيد شوية عنه. طبعا الجانب الطبي هو المفروض ان هو الشخص او الفرد بيعرض نفسه على دكتور بيبدأ يعمله تشيك اب او تشخيص كامل، سواء في الركبة، سواء ضغط الدم زي ما حضرتك ذكرتي، سواء السكر، بنعرف الامراض ايه اللي عنده بالظبط، ونبدأ الاخصائي الرياضي دوت الموجود في الدار بيتعامل مع الحالة الموجودة قدامه. بيتعامل معها رياضيا. لو حضرتك زي ما حضرتك قلت مثلا امراض الركبه، في حاجات معينه للعلاج، مثلا المشي كتير كويس مش وحش، لكن السلم والطلوع ونزول السلم هو ده الخطر. الحاجات التقيله او الاحمال التقيله دي كلها بنتجنبها، بنتجنب فيها.
لكن هو الاخصائي الرياضي الموجود بيتعامل مع الحاله الصحيه وبيتعامل مع الفرد وفقا لتقرير الطبيب الموجود. بيكون في تنسيق مع طبعا الطبيب يعني. الترددات دي كلها بيبقى موجود فيها طبيب، طبيب عام ممارس، هو اللي بيدينا الريبورت بتاع الشخص الموجود، ويبدا الاخصائي الرياضي بيتعامل معاها وفقا راي الطب بتاعه. يعني دايما يقول لك ايه، اصل انا الدكتور قال لي انه عندي مشكله في الركبه فانا مش همشي. فحضرتك بتقول ايه النهارده؟ طبعا دوت راي خطا جدا. هو ليه ممارسه السباحه جميله جدا لامراض الركبه. السباحه هايله. امراض الركبه كمان بتعمل تقويات لعضلات الرجل كلها سواء الفخده او السميانه، فبتعمل تقويات لعضلات الرجل، بتعمل كل ده ما يمارس رياضه. ايه المشكله؟ المشي والجري والمشي والمد والهروله وكل دي رياضه يمارسها. اللي عنده مشاكل في الركبه مفيش مشكله. أكيد. وفي حاجات هيتجنبها زي صعود السلم، الحاجات الثقيله ما يشيلهاش، في حاجات هيتجنبها وفي حاجات لا، بنمارس رياضه. بالعكس احنا كمان ممكن يخش الجيم ويعمل عليها تقويات. ايوه. طيب ايه اللي مهم اي شخص عنده مثلا زي خشونه في الركبه ان هو يتجنب هذا الجانب؟ طبعا يعني في ناس كتيره طبعا بتروح الجيم وحاجات كده بيستسهلوا الاوربت تراك او ان هو مثلا التريد ميل. حضرتك بتركز على ايه جزئيه كنصيحه لحد عنده خشونه او مشكله في الركبه؟ طبعا خشونه درجات في الركبه، يعني نتفق على كده. في مرحله بتوصل فيها خشونه الركبه خلاص لا ما نعملش اي مجهود. الحاجات اللي بالظبط كده ما نعملش بالظبط ما نعملش اي مجهود، والمجهود البني بتاعنا قليل، هو بس على قد الواجبات اليوميه بتاعتنا. طبعا دي مرحله متقدمه جدا. وفي مراحل لا مطلوب فيها نمارس رياضه، وفي مرحله معينه انزل اتمشى، انزل اعمل جيم. الزلال اللي ما بين الركبه دوت بيرجع تاني او ممكن بيعود تاني؟ الناس تقول لك لا ما بيرجعش، لازم علاج والله ولازم ادويه. في حقن معين وفي ادويه معينه بترجعه، وفي حاجات معينه طبيه بترجعه، بس يعني هو مفيش اي مرض يقول لي فيه وقف نشاط رياضي او وقف ممارسه رياضيه او وقف ماشي، وقف مجهود بدني بسيط مش هيعود عليه باي ضرر، بالعكس. طيب خلينا نقول جزئيه مهمه جدا لكبار السن كمان، انه مع العمر نسبه الكتله العضليه بتقل، فحضرتك بتنصحهم بايه النهارده؟ ان هو لازم يكون الغذاء نفسه صحي وفي نسبه بروتين عاليه، لانه في ناس كتير عندها مشكله ان يقول لك لا انا لما كبرت انا مش محتاج البروتين، انا كبرت خلاص انا محتاج يعني ليه ده. فلازم نشير الى انه الكتله العضليه مع السن بتقل. تمام. هو طبعا بعد السن 60 بتبدا حياه جديده خالص للفرد او للشخص، لازم بقى نحط نظام غذائي كويس لينا، نبعد شويه عن الدهون، نبعد شويه عن المأكولات او المواد الغذائيه الغير مفيده لجسمنا، بنركز على البروتين، بنركز على الدهون، بنركز على البروتين بتاعنا اكتر. لو في تدخين او في طبعا بنقتلع عن الكلام ده كله. بنبدا حياه جديده، المفروض بتبقى في شيخوخه او في كبر سن، بس احنا بنعوضها بالتغذيه الكويسه جدا، بنعوضها بالاقتلاع عن التدخين، بنعوضها بممارسه نشاط رياضي بسيط سهل بيعود عليا ان انا اقدر اكمل حياتي في السن ده. طيب ده كويس جدا. الحاجه المهمه بقى انه لما اجي امشي ازاي امشي مشي صحي؟ كتير يقول لك طب انا هنزل همشي مثلا اتفرج على محلات والبترين والحاجات دي. لازم اتجنب ايه حتى لو انا هعمل ده؟ همشي ازاي صحي؟ اولا حذائي يكون صحي. ايه النصايح الاخرى؟ لا المشي الرياضي بتروح مثلا بناخد من 20 دقيقه ل 30 دقيقه مشي. مش مشي ابص وشويه واقف وبعد كده ارجع تاني، لا ده مش مشي رياضي. المشي الرياضي 30 دقيقه تقريبا نص ساعه مشي، مش مشي برضو بطيء، مشي هروله اللي هو المد شويه فتح خطوه رجل شويه. ده اسمه مشي رياضي. ده اللي ممكن الجسم يعود بالايجاب شويه على الجسم. لكن غير كده لا. طبعا شوز الحذاء بتاعنا بيبقى رياضي، كوتش رياضي عشان ما ياثرش على ظهرنا او ما ياثرش على خطوه المشي. بس الحاجات دي مهمه جدا. طبعا السوائل الميه مهمه جدا. بالظبط معايا ميه وانا ماشي وبشرب فيها، بعوض الحرق او بعوض العرق اللي بيطلع مني، بشرب ميه وبكمل مشي. اكيد. كمان بالنسبه للشباب يعني الوزاره طبعا بتقدم اكتر من جانب زي ما انا شايفه من الدعم للتدريب. هل لو حد مثلا من الشباب التحق بدوره او بعض التدريبات المعينه مثلا التحق بها، هل يجوز ان هو يلتحق بنفس الدوره مره اخرى، ولا خلاص مثلا هو حاسس ان هو لا محتاج ان هو يجدد نشاطه في ده، او ان هو لا محتاج معلومات اكتر؟ هل بيبقى فيه اكتر من مستوى لكل دوره ولا لا؟
في بعض الدورات تخصصيه جدا فيها لا فيها مستويات باخد زي الدايفنج. عندنا الدوره بتاعه الجمعه الجايه دي ستار 1، بعد ستار 1 بفتره معينه لازم اخد ستار 2، وبعد كده ستار 3. طبعا كل ستار فيهم عدد غطسات معينه وعمق معين بنزل فيه، ومعدات واجهزه معينه بتكون معايا من خلالها بنجح فيها، خلاص عديت الستار الاولى وبخش على اللي بعدها وعلى اللي بعدها. فدوت ده المتابعه في الموضوع، يعني الموضوع بس ان انا مش باخد حاجه وخلاص نجحت فيها فابدا اشتغل بيها فخلاص نسيتها. لا، انت كل فتره لازم تجيلي تعمل تاني قياس، تعمل تاني اختبارات، تعمل تاني تيست، سواء بدني عشان سواء اشوف مستواك ايه. لان يعني فعلا في ناس بتاخد الكورسات وخلاص وزنه بيزيد مثلا، لا وزنه بيزيد يبقى في منقذ لايف جارد واقف على حمام سباحه وزنه زايد، فلا كل يومين بتروح للاتحاد بتجدد الكارنيه بتاعك، بتنزل الميه تاني، بتعمل تيست تاني عشان بيتم تقييمه، بيتم تقييمه مره اخرى عشان نقدر نشوف انت متكمل يعني مستمر في الشغل بتاعك، انت شغال على نفسك تاني ولا خلاص بطلت الرياضه وخلاص اعتمدت انك بس شغال في الموضوع وخلاص. يعني حضرتك كلمت على سوق العمل بالنسبه للشباب، التعامل مع كبار السن، هل في يعني دوره يعني لتاهيل تعامل الشباب مع الاطفال؟ لانه طبعا احنا بنشوف الكباتن على حمامات السباحه اخطر الناس اللي بتتدرب بيكون الاطفال عمر صغير، فهل بيكون في دوره مخصصه للتعامل مع الاطفال وانقاذهم من الغرق والحاجات اللي احنا متعودين عليها دي؟ تمام، هو الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بالتعاون مع الوزاره، وزاره الشباب والرياضه، عملوا في مبادره اسمها مبادره مصر بلا غرقه. المبادره دي حاطين فيها شويه رولز كده وقواعد وقوانين معينه، الأمن والسلامة في المسطحات المائية، طبعا التبعات، الكلام ده كله، من ضمنها دورات طبعا اللي احنا بنعملها عندنا في الوزارة، دورات الإنقاذ وأعداد المعلم السباحة. أعداد معلم السباحة دي بتخرجوا إزاي يتعامل مع الطفل، إزاي يتعامل مع الولد الصغير، إزاي يعلمه العمات بشكل صحيح، إزاي يخرجه يقدر يخش يبقى بطل في رياضة السباحة، إزاي يعوم بشكل كويس، إزاي ما يغرقش في حمامات السباحة في البحر لو راح يصيف. دي دورة اسمها دورة أعداد معلم السباحة، بيعلم الطفل نفسه. بالظبط، بيعلم الطفل، بيخرج معلم بيعلم الطفل، بيشتغل في الأندية وفي مراكز الشباب وفي المنشآت التابعة للوزارة، بيشتغل فيها تعليم سباحة للأطفال والأعمار الصغيرة. ده مهم جدا، لأنه دول يعني أولا التعامل معهم بيبقى صعب جدا، وبيكونوا أكثر عرضة يعني للإصابات والغرق والحاجات دي. مزبوط. طيب احنا عايزين بقى نصيحة بقى، الأكل الصحي والنزول في الوزن يتم إزاي للأعمار المختلفة، وإيه أبسط التمرينات اللي ممكن نعملها بشكل يومي أو حتى 3 مرات في الأسبوع؟ في ناس عندها اعتقاد كتير مثلا زي إن هي مجرد الحركة زي مثلا الزومبا والسلسة والحاجات دي ان هي ممكن تخسس برضو بجانب التمرينات الايروبكس، هل ده سليم ولا لا؟ اي تمرينات اي شغل بدني، اي حركه بدنيه، اي حركه بالظبط بالتوازي مع نظام غذائي كويس هيؤدي عنده على طول لنقص في الوزن اذا ما كانش في اي مشاكل صحيه. أوكي. يعني الشخص الطبيعي ما عنديش مشاكل صحيه، هاكل كويس واتمرن، هعمل مجهود بدني خفيف، هينتج عنه على طول نقصان في الوزن. انا هرد عليك زي الستات ما بتقول اصل الحرق عندي قليل، انا عندي مقاومه انسولين، ده الكلام اللي بيتقال. بقول لحضرتك احنا اولا قلنا الجزء الطبي ده لازم يكون كويس. انا بقول لحضرتك لو في حرق طبعا في كورسات علاجيه للحرق بيزيد فعلا، في ناس كده. وفي طبعا عمليات تكميم المعده والميزوثيرابي ده موضوع تاني، لكن الحاجات العاديه جدا الطبيعي الفرد العادي كل كويس، نظام صحي كويس، بعيد عن الدهون شويه بنسبه كبيره، بعيد عن السكريات، بعيد عن التدخين، بعد عن العادات السيئه في الاكل، الاكل الشري بطريقه شرهه، مع نشاط بدني خفيف لازم ينتج عنه جسم ان شيب، جسم كويس لازم. حتى واحده واحده، حتى على اللونج تايم على المدى البعيد. بس لازم كده كده جسم هيتظبط. متوقع ان ده بياخد قد ايه وقت؟ لان الناس دايما بتبقى مستعجله في النتيجه. الاستعجال في النتيجه ده غالبا بيجيب لي احباط وبيجيب لي ان انا عدم استمراريه في الموضوع. لكن هو لا، هو حتى نخليها زي ايه اللي هي العادات بتاعتي، دي العادات بتاعتي. خلاص افطر لايف ستايل. لايف ستايل دي العادات الحياتيه بتاعتي. انا بشكر حضرتك جدا، نورتنا وشرفتنا الدكتور مؤمن عبد الرحيم محمود، مدير اداره الكليات المتخصصه بوزاره الشباب والرياضه. شكرا جزيلا لحضرتك، بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله فريق عمل اخر، بنصبح عليكم والى اللقاء.